منذ يومين تقريبا بدأ يتشكل منحى جديد عبر العالم، أمريكا ثم أوروبا ثم الباقون. العالم يتجه للتعايش مع فكرة الفيروس لفترة قبل القضاء عليه تماما، وقد لا يتم ذلك قبل التوصل إلى لقاح، أي قد يطلب من الناس العودة إلى العمل مع الإبقاء على التباعد الاجتماعي. دراسة أمريكية توقعت أن يبقى التباعد الاجتماعي ضروريا حتى العام 2020، كان حتى ما بعد العام 2020. كان المتعارف عليه أن مسافة مترين هي المطلوبة بين شخص وآخر، لكن دراسات جديدة اليوم تقول أن المسافة الآمنة هي 4 أمتار. على مسافة 4 أمتار يكون الفرد بعيدا إلى حد كبير عن رذاذ الإفرازات التي تحمل الفيروس من الحلق إلى الشخص الآخر. العطس قد يوصل الرذاذ إلى أكثر من 5 أو 6 أمتار. على مسافة 3 أمتار ماذا يحصل؟ ربما المزيد من الخطر، لكن ضمن المعقول. جزئيات صغيرة فقط من الرذاذ تصل إلى بعد 3 أمتار في محادثة أو في داخل مكتب. على مسافة مترين الخطر أكبر قليلا، لكن هذه هي المسافة المتفق عليها الآن بين معظم العلماء. ورغم الدراسة الجديدة، هذه هي المسافة المتفق عليها كعتبة علمية للتباعد الاجتماعي. عند 1 متر الآن الفرد يصبح معرضا لقطرات الرذاذ الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، هذه دائرة الخطر. وتحت متر، أي عند الملامسة، المصافحة أو المعانقة، ليس هناك أي شيء يتبقى من التباعد الاجتماعي.